وصف الرئيس الإيراني حسن روحاني تصريحات ترامب بشأن وجود القوات الأمريكية في العراق لمراقبة إيران بأنها هراء مرفوض تماما. وقال روحاني في كلمة موجهة للرئيس الأمريكي: أنت تعادي شعوب منطقتنا وتتحدث بلغة سخيفة وغير دبلوماسية وغير مقبولة لأي شخص، مضيفا: من الجيد أنك كشفت عن نواياك بأنكم في العراق ليس بسبب الإرهاب ولا من أجل الشعب العراقي، وإنما تريدون البقاء فيه لمراقبة إيران.